Hi everybody and welcome back to another video. This is Muhammad Najm where today we are going to talk about Sapleton. إذن اليوم طلابنا راح نتحدث عن السيدة Sapleton. أهم صفة بها she is relaxed gentle woman. إذن كانت امرأة هادئة. شوف هسه احنا فيرا كانت شخصية جدا واثقة من نفسها وناتول كان جدا شخص يعني غير واثق من نفسه ريلاكست يعني سابلتون كانت بيناتهم هي السيدة سابلتون كانت بيناتهم concerning only with herself and those for whom she cares إذن كانت لا تهتم إلا بنفسها واللي إلها يعني زين عيني She takes no interest in Frampton Nettles coming. مهتمت بمجيء سيد نتل. يعني اعتبرته شخص عادي وإجا يعني منطقة اهتمام. هو حيات أصلاً حتى نصيحة حتى سيد نتل أخته نصحتها قالت لا تروح يعني. زين يعني يعني هو راح هناك حتى يعالج نفسه ولكن ما لقى الناس المناسبين. When Nettle mentions his conditions as explanation for his visits. عندما وضح السيد ناتل سبب مجيئه she responds in a voice that hardly over whom I yawn يعني حتى من جاوبته وكأنما تثاوب يعني شام واحد يحكي ياك ما يخالف إن شاء الله وكأنما ما انطته أي اهتمام يعني ده تثاوب وتحكي ياه تخيل يعني أنت لما شخص ما تنطي اهتمام مو بحاله فتثاوب وتحكي ياه اي الله كريم هيك تقول له يعني فمن طلت اي اهتمام she merely remarks upon his behavior and displays no concern for his feeling وما كانت تنطي اي اهتمام لسلوكه ولمشاعره بس تعلق على سلوكه ولا تهتم بمشاعره زين يعني نشوف انه احنا حتى يعني دليل انه هي ما تهتم بي حتى من مشى من هرب ما قالت هذا ليش هرب شنو اللي بيه شنو المشكلة إلا وقفت مشكلة يعني هسه أنت تخيل شخص جاي يمك أول مرة ومن يجون أهلك يشرد من عندهم يعني إلا وقفت مشكلة احتمال هو عنده مشكلة ويا أهلك احتمال يعني إلا فد مشكلة بس هي مهتمت بهذا الشيء وهذا الشيء يثبت أنه على أن السيدة سبتون امرأة هادئة وغير مهتمة بمرض سيدة نتل أبد ولا تهتم إلا لأهلها وإلى زوجها وأخوها ف هذا هو سيدة سابلتون زين عيني زين ايضا عندنا شخصيات اخرى اللي هو السيد نات يعني اخت السيدة ناتل اللي اجت في يوم قبل كانت بنفس المنطقة وانطت هي الكلام قالت له هذول فلان فانطتهم العنوان كذلك عندنا السيد سابلتون اللي هو زوج السيدة سابلتون هم ذولا يعني هناك بالانجليز عندهم دائما سيد سابلتون وسيدة سابلتون يعني سابلتون للرجل للمرأة نفس الشيء يعتبرونه يعني هيج سنة يعني فهي شخصيات ما لها دور قوي أهم شيء الشخصيات اللي أخذناهن ثلاثة نتل فيرا سابلتون هي هالأحداث كلها راح تتم على ذولا الشخصيات الثلاثة